بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. متابعي الكرام، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد بلقائكم اليوم في هذا الموعد الجديد. نواصل مع الدروس الخاصة بتلاميذ السنة الأولى من التعليم الثانوي، اليوم مع موضوع خاص لتلاميذ شعبة آداب، وهو مرتبط بنشاط النقد الأدبي. إذن اليوم سنتعرف على مفهوم النقد الأدبي في اللغة وكذلك في الاصطلاح، كذلك سنتعرف على أهم الأمور التي ترتكز عليها الدراسة النقدية. إذن نبدأ أولا بتعريف النقد. ما المقصود بالنقد؟ إذن النقد في اللغة هو تمييز الدراهم وغيرها وكشف صحيحها عن زائفها. إذن بالنسبة للنقد فهو من النقود، أي أن هذا الأمر كان موجودا عند الصيارفة المهتمين بالدراهم والنقود، فهو يميز الدراهم، يكشف الصحيح منها عن الزائف. إذن هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فقد أخذ هذا المعنى من معناه اللغوي إلى مجال الأدب، واصطلح على دراسة الأعمال الأدبية بالنقد. إن الناقد عند دراسته للأعمال الأدبية يكشف عما فيها من جوانب القوة أو الضعف، وكذلك الجمال والقبح. إذن هنا هذا الكشف يشبه ما هو موجود في المعنى اللغوي. إذن الكشف عن الصحيح، كشف الصحيح عن الزائف في النقود، يشبه دراسة الأعمال الأدبية التي فيها كشف لجوانب القوة أو الضعف وكذلك الجمال أو القبح في الأعمال الأدبية، ثم يصدر الناقد الأحكام المناسبة على هذه الأعمال الأدبية. فالنقد الأدبي هو تحليل النصوص الأدبية ودراستها وتفسيرها وتقييمها، أولا بقراءة هذه النصوص، فهم معناها، كذلك تفكيك العناصر الأولية لهذا النص. وهنا ترتكز الدراسة على تقييم الجوانب الجيدة والجوانب الرديئة في العمل الأدبي، ولا تقتصر على العيوب فقط. إذن كما قلنا، النقد الأدبي هو تحليل النصوص الأدبية وتقدير ما لها من قيمة فنية وفكرية. إذا نستخرج القيمة الفنية والفكرية الموجودة في هذه النصوص الأدبية. أما بالنسبة للمصطلح فإن هذه الكلمة لم تأخذ هذا المعنى الاصطلاحي إلا منذ العصر العباسي. إذا في العصر العباسي تم إطلاق هذا المصطلح، وهو النقد على تحليل الأعمال الأدبية والنصوص الأدبية. أما قبل ذلك فكانت تستخدم بمعنى الذم والتجريح، واستخدمها الصيارفة في تمييز الصحيح من الزائف في الدراهم، ومنها استعارها الباحثون في النصوص الأدبية ليدلوا بها على الملكة التي يستطيعون بها معرفة الجيد من الرديء والجميل من القبيح والسيء من الحسن في الأعمال الأدبية، وما تنتجه هذه الملكة في الأدب من ملاحظات وآراء وأحكام مختلفة. إذن الناقد بعد دراسته وتحليله وتفسيره للأعمال الأدبية وفهم معناها وتفكيك عناصرها الأولية، يصدر الأحكام والآراء والملاحظات حول هذه الأعمال الأدبية، وبذلك سيميز أي الأعمال هو جيد وأي الأعمال هو رديء وقبيح. إذن هذا بالنسبة لمفهوم النقد الأدبي. أتمنى للجميع الاستفادة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.